خليل اسم جديد يلتحق بمن رحل قبله برصاص المحتلين، شهيد ترك خلفه 4 أطفال. هؤلاء الأطفال وأهالي قرية وادي رحال قضاء بيت لحم يتذكرون الليلة العصيبة التي هاجم فيها عشرات المستوطنين منازل البلدة. ارتقى خليل برصاصهم الحي وأصيب عدد آخر. خليل شاب عنده 4 أطفال متزوج، فكان بجنب المدرسة، فهجم المستوطنين فأصابوا من الخلف، الرصاصة فاتت بظهره واستقرت في قلبه. حجارة وادي رحال التي بقيت حاضرة في شوارع البلدة شاهدة على حقد المتطرفين الذين لا يتوقفون لحظة عن مهاجمة منازل المواطنين. أمطار قليلة تفصل بين الطامعين في أملاك الفلسطينيين وأصحاب الأرض، يهاجمون المنازل ويحرقونها، يطلقون الرصاص صوب الآمنين، وذلك بحماية جنود الاحتلال. امبارح في الليل أجوا المستوطنين وبلشوا يضربوا حجار علينا وعلى الدور وعلى المدرسة، وكل واحد بيطلع بضربوه بلشوا يطخوا. أنا جيت أنا والمرة ندخل على البيت وبدوا فينا حجار، ويعني المرة من الله ما نصت الطخ والضرب والناس فزعت. بعدين في واحد كان جنبنا هنا طلع وطخوا استشهد، وفي 4-5 إصابات. ظلت الشغلة بجوز ساعة يضربوا حجار على الدور وعلى باب الدور ويهجموا على الدور، ففي الآخر أجوا الجيش وبلشوا طخ. وادي رحال القرية الواقعة في جنوب بيت لحم تنهشها نياب الاستيطان من كل جانب، تحيط بها مستوطنة إفرات التي تعد من أكبر المستوطنات في فلسطين. فيها العشرات من المحتلين الذين يهاجمون القرية ويعملون على بناء مستوطنة جديدة تقضي على ممتلكات ومقدرات البلدة. هذه المنازل بداخلها عصابات من المستوطنين تهاجم الفلسطينيين في كل لحظة. خليل آخر الشهداء برصاص المستوطنين، وواد رحال قرية فلسطينية صامدة في وجه المحتلين. من قرية وادي رحال قضاء بيت لحم، محمد العدام، رؤية.